تتحدث بلغة واضحة تدعو السيد الصدر اذهب وأسقط هذا النظام. أنتم المدنيون، أنتم المعارضون، أنتم التشرينيون بكل عناوينكم، ستبقون تتفرجون وتقدمون النصح أم ستكونون جزءا من هذا المشهد؟ قلت لك شرطين، هن شرطين. أنا ما أتحدث بأي اسم، بس باسم المعارضين اللي معنا في التحالف الوطني للمعارضة العراقية. هذا الخطاب تبنيناه. الأول أن يشرك إشراك حقيقي مو شكلي، تطي خيمة بصفك. لا عزيزي، احنا ما نحكي عن خيمة، احنا نحكي حجي إشراك. أستاذ نجم، إشراك حقيقي للقوة. هذا جزء احنا نقبل أو ما نقبل هسه بعد، بس أنا أتحدث عن حل للأزمة اللي وقع بها الصدر. تشتركون في صناعة القرار مع السيد الصدر بالكفاءة وبالمكانة ومو تعال اقعد والبطة واقفة بالباب. لا، هذا الأسلوب يجب أن يغادروه. اثنين، يجب أن يكشف الخطة. لحد أنت سامع خطة؟ مو مطالب تصعد وتنزل، أنت تقول خطة وبيها توقيتات باكر أطب. سويت هذا، بعد أسبوع أنا ذولا كل الفاسدين والقتلة راح أشيلهم وأشمرهم في ساحة القضاء. زين يا أستاذ أحمد، ماشي، خليني يعني أنا أمثل الدور الآخر. أنت تريد مني أشيل كل هؤلاء الفاسدين وأغلق المنافذ عليهم، ومثل ما صارت بالدبهاي بأوكرانيا مدروين حطوهم بحاويات الزبالة. هذا الآخر الذي تعني هذا مسلح، هذا عدة قوة، هذا وراء يعني ما يقدر عزيزي. تعرف ليش ما يقدر؟ لأن الحكومة ضعيفة وتاركت لهذا المسلح. لما يجي واحد ودعتك واحد عراقي أصيل ها يصدر أمر ويقول هذه منع تجوال 72 ساعة، إذا واحد يتحرك وبيده سلاح، أخي ما صار تطبيق قانون بالعراق أستاذ نجم. للأمانة التاريخية عام 2008 طبقت تطبيق القانون بشكل سياسي نفعي. يعني المالكي من سوى كانت أمريكا تريد تحصره بالبصرة حتى يروح يوقع على الاتفاقية مال الانسحاب إذا تتذكر. والمالكي لأن عنده خصومة ويا الصدريين كره من ذاك التاريخ وراد يستثمرها حتى يفوز بالولاية الثانية، سوى الشغلة. يعني ما اشتغلوها وطنية للعراق. أخي جيب لك واحد عراقي أصيل عنده استعداد يموت على أرض العراق حتى يدافع عنه. إحنا ليش غادرنا هذه الثقافة وهذا الوعي وصلنا نتحدث بخوف وقلق؟ هذا يا ميليشيا، أنا لما أصدر قانون طوارئ وأقول اللي يحمل سلاح خارج المؤسسة الأمنية أعلقه بالقانون، قانون الطوارئ، من يطلع؟ هذول كلهم يشردون، هذول يشردون جبناء، هذول جبناء.